تمشي دي اسم الصحة محمد جبوري المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمحمدية. أشكر بديئة دي بدء الطاقم الصحفي للمحمدية بريس على كل ما يقوم به من أعمال وعلى تغطيته لمختلف الأنشطة في المؤسسات التعليمية وكذا لكل المحافل ذات العلاقة بالجوانب التربوية. نلتئم ونلتقي اليوم في مؤسسة زناتة، مدرسة زناتة بجماعة السيدي موسى المجدوب بالوسط القروي، لنعطي دلالة متميزة ومتفردة للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة. هذه الدلالة التي أراد من خلالها المنظمون شركاء المدرسة على أن يعطوا أو أن يحتفوا بها من باعتماد شعار جميعا من أجل دعم تمدرس الفتاة بالوسط القروي. جسدت جميع الفعاليات هذا الشعار بحضورها أولا وبانفتاحها المدرسة على محيطها وعلى العديد من طاقة الفعاليات. جسدتها كذلك باحتفاء متميز سيشمل في جلسته الثانية بعد الجلسة الافتتاحية مجموعة من المداخلات ومجموعة من العروض تهم المرأة وتهم علاقة المرأة بالتربية وبجوانب مختلفة، وتهم أساسا المرأة المغربية وتضحياتها وما قدمته في سبيل أورش تنمية ورقي هذا الوطن وهذا البلد، خاصة ورش المنظومة التربوية. من هذا المنبر كنحيي المرأة الأستاذة وكنحيي أكثر المرأة الأستاذة بالوسط القروي لما تستحمله من أعباء، لما تستحمله وتستكبده من صعاب تنقل ومعاناة، كل ذلك لتلقين بناتنا وأبنائنا من المتعلمات والمتعلمين مبادئ العلم ومبادئ الثقافة، ولتجعل من المجتمع أو لتكون رافعة من الرافعات الأساسية طبعا اللي هي الرافعة التربوية للتنمية لهذا الوطن. شكرا لكم مجددا في هذا المنبر السعيد، أتمنى لكم كل التوفيق والسداد ومعذرة. شكرا.